بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هل تحصل معصية كبيرة من الولي؟ قد تحصل من الولي معصية كبيرة قبل موته بقليل، لكن لا يموت إلا وقد تاب، كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، فإنهما خرجا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بوقوفهما مع الذين قاتلوه في البصرة، فذكر علي كل منهما حديثا. أما الزبير فقال له: ألم يقل لك رسول الله إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له؟ فقال: نسيت. فذهب منصرفا عن قتاله، ثم لحقه في طريقه رجل من جيش علي فقتله، فتاب الزبير بتذكير علي له فلم يمت إلا تائبا. وأما طلحة فقال له علي: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فذهب منصرفا فضربه مروان بن الحكم فقتله، وهو أيضا تاب وندم عند ذكر علي له هذا الحديث. فكل منهما مات ما مات إلا تائبا. وكلا الحديثين صحيح، بل الحديث الثاني متواتر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.